السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا اليوم البراكين، سنتطرق إن شاء الله إلى توزيع البراكين، الأجزاء المكونة للبركان، وكذلك أنواع البراكين، بالإضافة إلى العوامل التي تحدد نوع البركان. فيما يخص توزيع البراكين، يتضح لنا أن أهم أو أغلب البراكين توجد على مستوى الحدود بين الصفائح. بطبيعة الحال مسألة منطقية على مستوى الحدود بين الصفائح، سواء كان هناك تقارب بين صفيحتين أو تباعد بين صفيحتين، فعلى مستوى هذه الحدود توجد انكسارات أو فوالق، والتي تصعد عبرها بطبيعة الحال الصهار والمواد الأخرى لتشكل لنا البراكين. لكن توجد كذلك بعض البراكين الضم صفيحية توجد داخل الصفيحة. في جميع الحالات، سواء البراكين المتواجدة على مستوى الحدود بين الصفائح أو البراكين الضم صفيحية، في جميع هذه الحالات بطبيعة الحال هذه البراكين تكون مرتبطة بوجود فوالق. هذه الفوارق مصحوبة بزلازل بطبيعة الحال، وعبر هذه الفوارق هناك صعود للصهارة ومواد أخرى لتشكل لنا هذه البراكين. كما تلاحظون معي، البراكين تتخذ أشكال مختلفة من حيث شكل مخروط بركاني ومن حيث المواد التي تقذف بها، الشيء الذي يؤكد لنا أن البراكين أنواع. فعلا قام علماء البراكين بتصنيف هذه البراكين إلى 4 أنواع أساسية. لكن قبل ذلك نتعرف على بنية أو الأجزاء المكونة للبركان. إذن يتشكل البركان من العناصر التالية: في العمق خزان الصهارة، المدخنة وهو الممر الذي يربط بين خزان الصهارة والسطح، الفوهة وهي الفتحة المتواجدة في قمة المدخنة والتي تخرج عبرها بطبيعة الحال الصهارة والمواد الأخرى، وأخيرا المخروط البركاني وهو الشكل الهندسي الذي يتخذه البركان. فعلا انطلاقا من خزان الصهارة، هناك صعود لهذه الصهارة على مستوى الفوهة، الصهارة أو الغازات تنفلت من الصهارة، الشيء الذي يؤدي إلى تدفق اللافا. إذا لاحظوا معي أن الصهارة ما هي إلا اللافا زائد الغازات. في العمق نتكلم عن الصهارة، لكن في السطح نتكلم عن اللافا، لأن الصهارة مباشرة على مستوى الفوهة تخلصت من أو انفلتت منها الغازات. الآن سنتعرف على أنواع البراكين. كما أشرت قبل لحظات، علماء البراكين قاموا بتصنيف هذه البراكين إلى 4 أصناف أساسية أو 4 أنواع أساسية. النوع الأول نوع هوائية، النوع الثاني سترومبوليا، ثم النوع الثالث فولكانية، وأخيرا نوع بيليا. نتعرف على النوع الأول. هذا النوع يتميز بلافا شديدة الميوعة، تتدفق بكمية كبيرة وبدون انفجارات، يمتاز بتوران هادئ. فوهة هذا البركان كما تلاحظون معي متسعة، والمخروط البركاني قليل الارتفاع وضعيف للانحدار. يعتبر هذا النوع من البراكين بنمط انسكابي. النوع الثاني استرومبوليا، هذا النوع يتميز بلافا لزجة، انفجارات قوية، مخروط بركاني يكون بسيط، يتميز بكونه في نفس الوقت يحدث انفجارات قوية مع تدفق للافا، ولذلك نعتبره بمثابة نمط وسيط، أي بين نمط انسكابي ونمط انفجاري. ننتقل إلى النوع الثالث، نوع فولكانيا. إذا في هذه الحالة اللافا شديدة اللزوجة، تتدفق بصعوبة عبر الفوهة، انفجارات قوية جدا وعنيفة، هناك تصاعد للرماد كما نلاحظ، بالإضافة إلى القذائف البركانية وغازات مع بخار الماء. هذا نشاط هذا النوع من البراكين يكون متقطع. أضيف إلى ذلك أن فوهة هذا البركان تكون ضيقة والمخروط البركاني يكون شديد الانحدار. بالنسبة للنوع الرابع والأخير، والذي يسمى نمط بيليا، وهو عبارة عن بركان كارثي إذا صح التعبير، يتميز بتصاعد سحابة حارقة من الغازات والرماد، وتكون اللافا شديدة اللزوجة. نتابع. سوف نحاول أن نبين الآن انطلاقا من مقارنة بين بركان سكابي وبركان انفجاري، العوامل المسؤولة عن اختلاف بين هذه الأنواع من البراكين. بالنسبة للبركان الانسكابي، لاحظوا معي، إذا فعلا هناك صعود للصهارة عبر المدخنة، تتراكم اللافا حول الفوهة وتقطع للتبريد لتشكل لنا المخروط البركاني. لاحظوا معي أن المخروط البركاني قليل الارتفاع بطبيعة الحال وضعيف للانحدار. إذا بالنسبة لهذه الحالة، أي بركان بنمط انسكابي، تكون نسبة الغازات قليلة، الشيء الذي يؤدي إلى كون انفجارات تكون ضعيفة أو منعدمة. بالنسبة لللافا فهي مائعة، لماذا؟ لأن نسبة السيليكا في هذه اللافا تكون قليلة جدا. إذا عندما تكون نسبة السيليكا قليلة ونسبة الغازات قليلة كذلك، نحصل على بركان بنمط انسكابي. أما فيما يخص البركان الانفجاري،
كما تلاحظون معي، إذا فعلا كما أشرنا قبل اللحظات، إذا هناك حدوث انفجارات قوية، صعود الصهارة شديدة اللزوجة، تراكم الرماد والقذائف التي تتساقط حول الفوهة والتي تشكل لنا المخروط البركاني. في هذه الحالة لاحظوا معي أن الانفجارات قوية، الشيء الذي يدل على أن نسبة الغازات تكون مرتفعة. بالنسبة للافا لزجة جدا أو شديدة اللزوجة، الشيء الذي يدل على أن نسبة السيليكا مرتفعة. إذا عندما تكون الانفجارات قوية واللافا لزجة، إذا في هذه الحالة البركان يكون بنمط انفجاري. نستنتج من ذلك بطبيعة الحال أن نمط البراكين يرتبط بعاملين رئيسيين، وهما نسبة السيليكا وكمية الغازات في اللافا، بحيث كلما كانت أو ازدادت نسبة السيليكا كلما ازدادت لزوجة اللافا، وكلما ازدادت كمية الغازات كلما ازدادت قوة الانفجارات. إذن فعلا عندما تكون نسبة السيليكا قليلة، هناك حالتين، إما أن تكون نسبة السيليكا قليلة أو مرتفعة. في هذه الحالة اللافا أو نوعية اللافا تكون مائعة عندما تكون نسبة السيليكا قليلة، وتكون شديدة اللزوجة عندما تكون نسبة السيليكا مرتفعة. إذن طبيعة أو نوعية اللافا مرتبطة بنسبة السيليكا المتواجدة بهذه اللافا. فيما يخص الانفجارية، فهي مرتبطة بنسبة الغازات وكذلك نسبة بخار الماء. عندما تكون نسبة الغازات وبخار الماء قليلة، تكون بطبيعة الحال الانفجارات منعدمة أو ضعيفة. لكن عندما تكون نسبة الغازات وبخار الماء مرتفعة، تكون الانفجارات قوية. نستنتج من ذلك بطبيعة الحال كما أشرنا قبل لحظات، أن الحالة التي تكون فيها اللافا مائعة والانفجارات ضعيفة أو منعدمة، يكون البركان بنمط انسكابي. لكن الحالة الثانية عندما تكون اللافا لزجة أو شديدة اللزوجة وتكون الانفجارات قوية، يكون البركان بنمط انفجاري. شكرا على انتباهكم، وإلى موضوع آخر إن شاء الله.